ربة منزل لعائلة مؤلفة من 5 أولاد، 3 من هذه الأولاد تعاني من ضعف في السمع، 2 منهم لا يسمعون جيدا، أو بالأحرى بنقول إنه مش عم يسمعوا بالمرة، وفي واحد منهم بيسمع بنسبة قليلة كتير كتير. هن بيعانوا من مشكلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يعني وضعهم الاجتماعي سيء جدا، ما عندهم قدرة الوالدة أو الأب يأمن سماعات أو يعمل زرع لأولاده لحتى يقدروا يسمعوا. هن بعمر الشباب، يعني لازم حقهم يعيشوا مثل أي شاب بيتمتع بجميع حقوقه الإنسانية، ولكن بسبب هذه المشكلة كانوا عم بيعانوا إنه هن ما عم يقدروا يلاقوا وظيفة. سماعية كتير كبيرة، في حدا منهم يعني حاطط بطارية قدرت تحط له بطارية، ولكن هو ما بيسمع بالمرة. أما الصغير الوسطاني بيناتهم هو اللي كان عم بيساعد أمه بهذا الموضوع، واللي كان عم بيأمن طريقة التواصل بينه وبين أخواته. ولكن يا هل ترى هل هن قادرين إذا نزلوا على المجتمع يقدروا يتواصلوا مع الناس أو يأمنوا يقدروا يندمجوا ضمن هذا المجتمع؟ عليهم. كمان وضع البيت كتير ميؤوس منه، عنده مشاكل بالبيت كتير صعبة، في نشر، في رطوبة، في انه هو غير صالح للسكن، ما عندهم مقومات معيشية منيحة ليقدروا هن يسكنوا، ولكن هن قادرين ما قادرين يأمنوا مسكن أفضل من هيك، فهن ساكنين بهذا البيت اللي وضعه مزري جدا، مجرد بس يلاقوا سقف يقطوه فيه. فالفكرة أنه نحن شفنا وضع البيت كتير بده تظبيط، بده تصليح، بده إصلاحات. يمكن الأم كمان بتعاني من مشاكل صحية، ما قدرت تروح وتعالج حالة. مثلا تأمين مسكن آمن لإلهم، تأمين حياة اجتماعية منيحة، تأمين مأكل، الملبس، هيدي كمان يمكن هني هذا بظروف الغلاء اللي عم نعيشه نحن بالبلد هني منهم عم بيقدروا يأمنوه. فهي بوضع انه بحاجة لمين يتبناها ويساعد او يوقف حدا. بسم الله، السلام عليكم. انا عندي عائلة مألفة من 5 أولاد، 4 شباب وبنت. عندي 3 عندهم اعاقة سمعية والاوضاع سيئة للغاية، و قدمنا بطلبات كثيرة لمساعدات أو شغل أو معاينة مرضية، ولكن بدون فائدة. وهن كثير وضعهم ميؤوس منه، هن يأسانين من حياتهم، يعني إنه لو اشتغلوا ما في معوشات ولا في تأمين لحياتهم ولا في مين يساعدهم، والأوضاع كثير سيئة. ونطلب المساعدة من كل شيء عنده إرادة وكل شيء عنده ليساعد هالحالات المختصة. وعندي الكبير عمره 22، مواليد 98، والتاني بعده عنده 99 مواليد، كمان عنده إعاقة، والتالت عنده ضعف سمع كمان، مواليد 2002. تلاتتهم عندهم طلبات سماعات، والكبير إذا بينعمل له زرع بس الأوضاع إنه كتير، 25,000 دولار ولفاء، يعني من أين؟
في عندي شابين الكبار طارق وفارس عندهم نسبة سمع ضعيفة كتير، وبهيدا الجو انه كتير انا من اوقات بيكونوا عيطلبوا مني شغلات او عم يقولوا لي شو صار معهم او عم يفهموني شيء بكون انا ماني قدراني اني افهم، يعني لا انا بقدر افهم عليهم ولا هني بيقدروا يشرحوا لي. فعندي واحد الاصغر منهم هو اذا كان بالبيت بيقدر يشرح لي انه هو عنده شوية سمع يعني، ولغة التواصل متعلمينها بمدرستهم بالداخلة، فلو ما هيك الحياة يعني ما في أصعب منها أنه الولد يحكي بميلي وأنا أفهمه بميلي، وأكثر الأوقات يعني ما بيتواجدوا بالبيت كلهم مع بعض، يعني أنه ما فيني كل الوقت أنه كون أنا مستوعبة أو فهميني، يعني نادر ما أفهم عليهم شي شغلة إذا ما شرحوا لي أو ما كتبوا لي أو ما فهموني، وأوقات بيطلع خلقهم مني أنه خلص بلا ما تفهمي منو ضروري تفهمي، بيطلع خلقهم وبيعصبوا انه ما بعرف يعني كيف بدي اشرح هالوضع. وفارس هاي فارس شاب يعني كان عنده القدرة انه ينحط له قوقعة ينعمل له زرع، بس ولكن انه الشغل ضعيف والاوضاع ما في مين يساعد يعني ولا جمعيات ولا ما بعرف، ما كبر وهو نحن ناطرين نعمل له زرع لحتى يقدر يسمع ويحكي، يعني في كثير اولاد من عمره عاملين زرع وهلا بيحكوا وبيفهموا ثلاث ارباع الحياه كيف ماشي والحمد لله. Also die Situation ist folgendes, die Schwester hat vier Kinder, also drei Männer, also drei Jungs und ein Mädel. Zwei von den Jungs, also der Linke hat, also der hört gar nichts und der Rechte hat quasi 2% hört er, und dadurch hat man, hat er die Möglichkeit durch ein hochwertiges Hörgerät, was er schon besitzt, sein Gehör auf 30% ja, hochzustufen quasi. Also er hört 30%. Und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, warum man halt mit denen so ein bisschen kommunizieren kann. Gebärdensprache können die beiden. Die Mutter halt nur das, was sie so gelernt hat, und die Schwester auch. Ja? Das heißt, ohne die 2%, die der Bruder hier hat, ohne die würden die gar nicht wirklich kommunizieren können momentan. Ja? Und wir wollen denen jetzt eine etwas höhere Spende übergeben, um erstmal sie ja ins Programm mit aufzunehmen und sie natürlich auch zu unterstützen. Ja? البيت وما بحب شوف اخواتي هيك، بتمنى انه يكون هذا العلاج لهم ويكون شيء يعني يسمعوا يكونوا مثل الشباب العاديين ويحكوا، بتمنى نغير هذا البيت ونعيش حياه سعيده وحلوه مثل اي عالم. وبشكر الجمعيه اللي بدها تساعدنا، جمعيه الانصار. ميرسي. Gözleri yaş dolu, sel gibi akıp gider. Umudu olur musun, uzatıp elini.